عشان اجيب لكم النايهة، الدقيق ممنوع للناس اللي عندها مقاومة انسولين. لو انت ما عندكش حساسية قمح مفيش مشاكل من الشوفان، بس ده مش احسن اختيار. احسن اختيار منه اللي هو الجوز الهند. ممكن حمص قبل ما اختيار جوز الهند، ارخص نوعا ما ب 20 جنيه، ده ب 30 والتاني ب 50، بس الافضل انك انت تعمل الجوز الهند، عشان لو انت عايز تاخد كارب واطي قوي والكارب بتاعك معلاش، يبقى خد رغيف جوز الهند. الحمص كاربه واطي ولكن بروتينه عالي شويه، مفيش مشاكل منه يتاخد. الناس اللي عندها حساسيه قمح الشوفان ده تنساه برده، لان فيه نسبه جلوتين برده احيانا بتعصلك معاهم وبتعمل لهم وجع. خلاصه القول انك انت لو عندك حساسيه قمح ممنوع من الشوفان، عايز تجرب جرب، كايز يمشي معاك ممكن ما يمشيش معاك وتحس بوجع لو انت عندك حساسيه قمح. ولو انت مريض ما عندكش سمنه وبتخس وما عندكش مقاومه انسولين، انت الدقيق مش بيأذيك ولا السكر بيأذيك، طول ما انت الحاجات اللي انت بتاكلها بتتحول لسكر والانسولين قادر على ادخال السكر جوه الخليه وشغال على التاسك ده او شغال على الوظيفه دي وجسمك بيحرق وعندك عضل بيحرق، انا مش هخاف عليك. كل اللي اقول لك عليه شوف راجع الملف التاريخي بتاع العيله، شوف عندك مقاومة انسولين في العيلة، اعمل تحليل كل 6 شهور مقاومة انسولين قبل ما اي حد يهاجمني يقول لي انت بتحرمنا من الاكل، لان انتوا خلاص مسكتوا باقي الناس بيلعبوا لك على هذا الوتر، والوتر ده بيوجعك انت، بيجي لك على الجرح. يا عم الدكتور ده ايه ده؟ ده حتى العيش ايه ده؟ لا انا ما حرمتكش من الرز، ولا حرمتك من الفريك، ولا حرمتك من البرغل، ولا حرمتك من كل ما هو خلق والله، حتى الفاكهه ما حرمتكش منها، حتى بص بقى دي اللبن اللي في ناس بتمنعه خالص، لا انا ما حرمتكش من الحليب، بس انا عملت ايه؟ قننت لك حصه الحليب والفاكهه المريض مقاومه الانسولين، وقلت لك ياخدها امتى؟ بعد الوجبه الكامله، عشان الوجبه الكامله دي هي اللي هتنظم لك مستوى السكر في الدم، وطالما انتظم سكر الدم عندك لن تجوع بعد اليوم، دي حقيقة حقا، لن تجوع بعد اليوم طالما شفت، طالما يعني حافظت على انك انت تاكل وجبة كاملة متكاملة العناصر. الوجبة الكاملة في عجالة هي عبارة عن بروتين وخضار اللي هو مليان الياف، عشان الناس سالتني ايه يا دكتور الالياف او ايه هو يا دكتور الفايبر، اللي هو الجرجير، الكرفس، البقدونس، حته الكابوتشا، قطعه الخياره، فلفل الالوان، في مصر عندنا اسمه فلفل كوبي، اخضر، مشروم، بروكلي، سبانخ، ملوخيه، كل ده بقى خرشوف، كل ده حصه الايه؟ الكربوهيدرات، وبتبقى غنيه بالفايبر او الالياف، وده الكارب اللي غير اللي هو بص يا جماعه لما تيجي تاكل بتنزل في دوره اخراج كتل برازيه من الاخر.